Hello, Chad, we're Sorry, filming. I'm having issues right now. Could not understand what you said. <laughs> what's the issue? What's the issue? <laughs> Hello, Chad, we're filming a podcast at Orange. Can you please suggest uh, icebreaker questions for our guests? Absolutely. How about these? One, what's the most surprising thing you've learned since joining Orange? Two, if you could have lunch with any leader in the tech industry, who would it be and why? Thank you. يا جماعه الموضوع موضوع مره رهيب موضوع رهيب ومرعب طيب خلينا نجاوب على الاسئله مين يختار يحب يجاوب على سؤال ايه؟ أه، ممكن إيه انا تاني سؤال اوكي okay. أه، أوكي يلا دي نبتدي بتاني سؤال أه، مبدئيا very فيري <applause> <applause> ان انتوا ابتديتوا تستخدموا اي اي والله دي بنجرب في البودكاست ده <applause> أه، برافو. بس الصراحه الموضوع مبهر <applause> أه، غالبا احب اقعد مع سام التن ذا مان اوف ذا اور يعني اوكي هو اللي عامل تشات جي بي تي Uh, نتكلم عن how will it be in five years um, yeah, this is very can. <laughs> very exciting times for uh, for data and AI uh, فعايزة يعني أشوف هو بيفكر إزاي uh, how he sees the future و how he thinks uh, this industry will be regulated بكل آه. المخاوف اللي عند الناس. I don't know how much further it can م... go already. <applause> معرفش ممكن يطلع ايه بعد كده. معرفش <applause> عارف. الموضوع غريب. طيب شيب قول لنا طيب الكويستشن الثاني اللي هو ايه الموست اكسايتنج ايه كان سربرايزنج اكسبيرينس طيب انا الحقيقه اتفاجئت بان اورنج مليانه بقى حاجات ما لهاش علاقه خالص باللي الناس ما تعرفوش اصلا م. عندها سايبر سيكيورتي وعندها ابلكيشن ديفلوبمنت وعندها اي اي سولوشنز وعندها سمارت سيتي سولوشن فكل ده ما كانش ظاهر في اورنج فاكتشولي اتس واز ا جود سربرايز يعني ما اشوف كل الـ كل التكنولوجيز دي جوه اورنج ات واز ا فيري جود سربرايز اند ات هيلب اس ا لوت يعني في الـ So uh, do you think it's a necessity for a big company such as Orange uh, to have uh, all these it can't just be I IT uh, or networks بص اقول لك حاجه انا انا اشتغلت في IT وتلكوز for for tens of years يعني. Okay. فا حلم التلكو ان هو يتحول ل IT and he doesn't know how فوين يو هاف سم سكيلز لا ده يعني انت انت عندك انت ماشي في نص الطريق ف... فعندك المقدره عندك مقدرة ان انت اصلا اللي كل الناس كل التالكس في العالم بتفكر فيه يو هاف ات اوريدي اون يور بارت اوف يور دي ان اي فيعني ميك سنس بيرفكت سنس حاجه, sense, حاجة يعني. كويسه وبروميسنج اكيد اه صح طبعا اكيد طبعا طيب خلينا بقى نبدا بدينا سلام تتكلم شويه هي بما انها بتشتغل في الاي اي والديتا وكده so introduce you yourself tell us about your job tell us tell us بقى about like. AI for orange وجهه نظرك على الاي اي الدنيا الناس خايفه منه جامد والناس حباه فيه يعني في حاسس فيه نصين يعني في ناس حباه جدا كتكنولوجي او كفكره وناس متخوفه منه جدا اللي هو حاجه مرعبه يعني زي ما احنا جربنا دلوقتي طيب يلا كلمينا بقى شويه عن الموضوع طيب انا ام ليدنج ذا داتا ان اي اي تيم في اورنج هشرح لكم ان ناتشال احنا بنعمل ايه؟ تيم الداتا بيعمل ايه؟ uh, basically احنا we gather data من كل السورسز اللي في الشركه whether بقى customer interactions through الاب ال customer service orange cash network uh, interactions data من البيلينج من السيلز we gather كل الداتا دي and we store it and process it في state of the art uh, system data lake house بتاعنا uh, and we start driving بقى uh, insights Uh, عشان نفهم الكاستمر بيهيفير ونقدر نطلع انسايتس فيري فاليوبل لكل التيمز اللي في الشركه من اول الفاينانس السيلز الكاستمر سيرفيس uh, طبعا اي اي خلى الاناليتكس ماتش faster and more accurate عن زمان ازاي بنستخدم ده بقى في الـ في اورنج من اهم الابلكيشنز ان احنا انهانس الكاستمر سيرفيس والكاستمر اكسبيرينس اوكي يو كول الكاستمر سيرفيس مثلا دي اوريدي نو يور بروبلم

Uh, بعد كده you don't need to call an agent you just talk to a chat bot uh, mm -hmm. right away deal and with you them. can recommend uh, in the fastest way possible what's the the best recommendation for you what's the best handset you can get based okay. على preferences بتاعتك بنستخدمه طبعا في network optimization we have um, a big network uh, زي optimize ال, ال, ال investments اللي بنعملها في ال network where to invest where, where to upgrade نقدر نعمل predictions لإيه المشاكل اللي هتحصل فين بقى تو capacity issues أو أي حاجة تانية so we enhance so... our operations uh, greatly uh, AI بردو مهمة قوي في ال fraud detection we can analyze in real time uh, suspicious activities to protect بقى ال data بتاعة customers بتاعتنا protect our company assets okay. كل الحاجات دي اه واضح اللي في اه يعني في في شغلانات كتير هت ده بقى السؤال جاي. how do you think this is going to impact the normal jobs like all these functions you said do you think it's going to هتاخد منهم ولا we're gonna have to actually be using them ourselves to operate them uh, my personal opinion is انه ال ال, ال AI will not replace jobs بس ال ال, ال الناس that don't know how to use AI will will be replaced with, with people who know how to mm. use it. It makes sense yeah. That's what I think. Um, it's actually going to save people إن هما يقعدوا يعملوا repetitive و uh, tasks وحاجات مالهاش لازمة. و they better utilize their time إن هما يعملوا more relevant and more innovative tasks ويفكروا in a strategic way عن إن هما يبقوا consumed في حاجات that can be just automated and done much much faster. حلو قوي فيري انترستنج الموضوع رهيب طيب <applause> آه شبل قلنا بقى اتكلمنا على الاي سي تي احنا كده سمعنا على الاي اي تمام بقى على الاي سي تي وجوده في اورنج آه موقع ايه ايه الفكره ايه الامبيشن بتاعنا طيب آه الاول احنا يعني وانا جوينت اورنج في 2021 او يناير 2021 اوكي آه كان اورنج عندها سم سيرفيسز فور الاي سي تي أوكي. Okay. اللي هي ما تسمى فيكس كونكتيفيتي ببليك كلاود سيرفيسز اند اي او تي سيرفيسز ذس واز اي سي تي كابيليتيز اوف اورنج ايجيبت اوكي طيب اورنج ايجيبت خدت قرار مهم جدا انها راحت اشتغلت على تندر في وان اوف ذا بيجست اند ذا موست انوفيتيف بليسز في مصر اللي هي العاصمه الاداريه فبنت oh, okay. Uh, كسبت انها تبني اند تو ديزاين بيلد اند اوبريت ذا مين داتا سنتر بتاع العاصمه الاداريه حلو قوي طيب ده كان بيفور ا جوينت فكان اتس اتس اللي عارف النواه اللي هو ايه طب ليتس دو ات ذا هول ثينج يعني انا النهارده مش انا النهارده بقدم كونكتيفيتي بقدم شويه كلاود سيرفيسز بقدم شويه اي او تي سيرفيسز زي زي كل اللي في الماركت بالظبط لا اي نيد تو ايفولف تو بيلد ا فول اي سي تي ارم انسايد اورنجيش طب ليه بيلد فول اي دي ار من سايت اورنج ايجيبت؟ اقول لك حاجه صغيره جدا مم. الماركت حوالين او العالم كله بيتغير بشكل احنا مش حاسين بيه لدرجه ان لما يحصل مشكله في ابديت في وان اوف ذا سوفت ويرز زي كراود آه سترايك العالم كله يقف المطارات توقف المستشفيات توقف آه الدنيا ما تبقاش فاهمه هو في ايه This is a new ICT في العالم، العالم م. كله بيتغير في المجال ده، العالم كله رايح لكلاود سيرفيسز العالم كله رايح لسايبر سيكيورتي اتاكس، السايبر سيكيورتي اتاكس كنا بنسمع عنها أنت من 15 سنة ما تسمعش حاجة أخرك الأنتي ال فايروس اللي عندك على البي سي، لا النهاردة إت ويز أبارت أوف خلاص في اورجانيزيشنز موجودة ما تعملش حاجة غير أنك تعمل سايبر سيكيورتي اتاكس فانا النهارده اتاكس فالنهاردة تو بيلد ذيس أم إتس أ ماركت نيد ده الترانسفورميشن اللي بيحصل في العالم كله ده الترانسفورميشن اللي اي اوبريتور لازم يفكر فيه مم. طيب تو بيلد ذا اي ارم احنا بقى بدانا بايه بدانا بفكره هاو تو بيلد تو ايكويب الشركه بكاليبرز هو هاف ذس نوليدج تو بيلد ذس ارم ونستفيد في نفس الوقت لو لقينا حد جوه الشركه يقدر يجوين ذس هي كان جوين this فعندنا الميكس اند ماتش اوف وفعلا بقى في سبيسيفيك ديبارتمنت او فانكشن كامله للكلام فانكشن الكلام ده هيفولف ازاي؟ الكلام اللي دينا اتكلمت عليه في الاي اي هو زي ما هو حلو هو يخوف لان هو انت النهارده بيجي لك السايبر سيكيورتي اتاك ان فيري جينيريك او ان فيري تراديشنال واي واحد بيبعت لك ميل فيشن ميل يقول آه لك اديني باسورد آه انا عرفت باسورد وعرفت عنك يعني. معلومات فاديني شويه ديتا الحاجات الخفيفه دي آه. <applause> وكلهم بقى بيشتغلوا على فكره خلاص انا هدي لك الكلام ده او اعمل لك وير مثلا مم. وتديني وان بيتكوين عشان اللي ت... هي عشان ايه تاخد الديتا بتاعتك والكلام ده مم. وجود الاي اي ده هيبقى ماتش مور ريل يعني yeah. هيبقى اللي جاي لك النهارده انت mm. شايفه هو زميلك اللي قاعد جنبك هو اللي بعت لك هو اللي بيكلمك وكل الداتا والشواهد بتقول ان هو لان ات واز بيلد ان ماتش ستاديد has all in, its details ديتيلز ماتش بروفيشنال واي way mm. فالتاكس نفسها هتتغير شكلها mm. فده في الاخر احنا عايزين نوصل لايه وي وونت تو بي ذا توب اند ذا موست فاليود بروفايدر ان ذا ريجن الموضوع صراحة الحاجتين امبرسيف أكتر من بعض يعني مش عارف أقول right. ايه. آه like <applause> هو فعلا. كله ملمس في بعض. ثانك يو سو ماتش بجد للإنترودكشن ال والبريف الخطير عن التو ديفرنت فيلدز دول. Uh, قبل ما نخلص عشان البودكاست حاجة في السريع كده عشان الناس تبقى حاجة بسيطة uh, عايزين من دينا وبرده وشبل uh, تقولوا لنا إيه ون سكيل أو حاجة لو حد عايز يشتغل في فيد الـ AI. حاجه كده سريعه تقولوها لو لو حد بيفكر يشتغل في الاي اي او الاي سي تي يس حد لسه بيتخرج من الجامعه وات شود هي اون؟ اه هي مش وان سكيل هو في سكيلز كتير نيدد بس بريفلي يعني اكيد بروجرامينج لانجوجز زي بايثون وسيكول باك جراوند في ستاتستكس وماث لازم يبقى عارف بروبابيلتي ثيري الجبرا اول ذس اندستري نولج كمان دومين نولج يبقى عارف شويه عن اندستري لو هتشتغل في اورنج او عن الاندستري نفسها اللينجو بتاعها. كوميونيكيشن سكيلز از فيري امبورتنت كنت لسه هقول لك حاجه برضه عايزين حاجه برضه بيرسوناليتي او حاجه في اه دي حاجه مهمه جدا لانه the technical people tend ان هم مش دايما بيعرفوا يتكلموا non technical language فانهانسنج الحته دي ان هاو تو اكسبلين هم بالنسبه لي حاطيني ورا لابتوب ومعرفش زي الفل اما اكلم مع ناس صعبه شويه اه اللي هو لا نشرح للناس النون تكنيكال ان سمبل تيرمز سو وي كان بيكوز وي جاست كانت ورك وذوت ان هم هم صح عندك حق سو كده بريفلي يعني ماشي بيرفكت حلو قوي طيب سمبل و بقى ملتيبل دومينز يعني أو. <applause> يعني لو انت عايز تشتغل سايبر سيكيورتي فانت لازم الاول تبدا تتعلم نتوركس بعد تبدا تتعلم شويه بروجرامنج برضه زي دي ما ادينا قالت كده تبدا تتعلم سايبر سيكيورتي آه يعني في كده <applause> ماني وليستا كاملة من الكورسز علشان تبقى ولانه <applause> <applause> اصلا ايفن في السايبر سكيورتي مثلا هي ذا ليفل يعني ممكن يبقى ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 لسريت هانت على ليفل ده الهاكر بقى البايرت نفسه بقى اتس ا جوب النهارده النهارده بارت اوف ذا جوب اللي احنا ممكن نعملها للكاستمرز بتاعتنا احنا نروح نعمل له بين تيست <متحدث> اشوف له كل اشوف المشاكل اللي عنده فين اه اللي انت تاكت از از هاكر اه اشوف المشاكل اللي عنده فين عشان okay. يعرف يحلها okay. فهو النهارده از ليفلز ده لو انت عايز تشتغل في السايبر انت عايز تشتغل في النتوركس في الاي تي نتوركس لازم تبدا تتعلم بقى شويه اي تي بروتوكولز على شويه نتورك توبولوجيز على شويه امبلمنتيشنز على الكلام ده كله لو انت عايز تشتغل في السوفت وير ديفلوبمنت تبدا تتعلم شويه لانجوجيز بكلام ده في الاخر اهم ما حته في الموضوع انك يو بي ار ايبل تو ليرن ابيلتي تو ليرن انا النهارده okay. هو ده فاست موفينج يعني, يعني مهما كنت, كنت في انهي جامعه مهما كنت في انهي جامعه they will not equip you enough بالزبط. to be the master of things ولحد دلوقتي هنا اكيد آه. احنا الحاجات بت التكنولوجي <applause> بتغير <دراير> وبتزيد <كوش> <applause> <دراير بتـ تصفيق> واحنا واحنا و... في اورنج عندنا يعني احنا في اورنج عندنا السيستم اللي بيساعد على كده مم. احنا عندنا اورنج زي او دي سي مثلا او دي سي النهارده اورنج سنتر النهارده اصلا دوره ان هو يعلم الناس ويطورهم ويخليهم يوصلوا لكده فاحنا بنحاول في الاخر نقول ايه ده ال... انت يو شود تشوز يور كاري باس انا عايز انا عايز الراجل يشتغل سايبر سكيورتي هخش في ال... اي I believe in this. خد بالك انت لما تحب الشغلانه هتتعلم فيها اكتر وهتديفلوب فيها اكتر وهتكبر فيها لو انت كل مشكلتك عايز تيجي تقبض مرتب وتمشي

thank you so much yeah, for and our Thank you so much, Dina. Thank you so much, Shab. Thank you, guys. Thank you so much. Thank, uh, you. Uh, thank you, Yusuf. Thank you. Uh, thank you uh, we'll see uh, episode we our spotlight. Yeah, bye bye. Thank, thank you. you.